حد بعد كده يتصرف من دماغه. طول ما احنا مع بعض محدش هيعرف يفرق بيننا. لما ترزق هنبطل. امين امين امين. مين هما؟ ولاد رزق. ولاد الرزق يبقوا اسود عين السيرة الأربعة. انت مستهبل ولا اهبل؟ لا اهبل. برافو. كلمني بقى اخواتك عشان عايزكوا في شغل. شغل سليم ما فيهوش هوا. مين الواد ده؟ ده عاطف الاصلي يا باشا. انت عبيط ولا بجد؟ ايوه. النسوان دي بقى الواحد يدفع لها ايه؟ يدفع لها تعظيم سلام طبعا. معلوم. في مثل كده بيقول اللي ما يعرفش الصقر يشويه، وانتوا ما تعرفونيش، ده غباء. ايوه بقى، ايوه بقى. ولاد رزق! مش عارف ان انت هترجع للحرام تاني. ده دخل على راس امك دي وركبها على دولفين. هو يبان طيب وعبيط بس ده كوهين. بس عباس الجن ده يا باشا خطر قوي. ابسط حاجه عنده الاكل، واهم حاجه عنده الفلوس. وجيت للكبير. الكبير يلم ولا لم انا؟ ده انا اتفرج صاحي. نازل انت بانجا دي بدل ما تحورك. بس دي مش واحد، دي فيها موت. انا مش هاخد بريئه من غير الفلوس. انا هقعد على زباله. اللي هاخد ناحيتها وناحيه اهلي اللي انت حمار بالنار. اتصرف يا مرض. انت قاعد هتموت بكره يا انا. حضرتك ما اقدرش اخون ولاد رزق يا باشا. اصحى خواجه. احنا ولاد رزق. انا غير العيال دي خالص. وانت ايه رايك في الحوار ده؟ والله انا رايي ان انتوا جامدين قوي، مش محتاجين يعني كل ده.